لما لقينا القلوب بتعاني والود منها راح واختفى، قلنا نرسمها في شكل تاني مع طلة رانيا مصطفى. أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني في كل مكان، تحية طيبة من القلب. النهاردة حلقة مفاجأة بناء على رغبة المشاهدين، وتاني حلقة مع خبيرة التجميل سامية سطور اللي استفدنا منها كتير، وجات لنا رسائل كتير واستفسارات عن العناية بالبشرة، ومقدمة وصفات مفيدة جدا للبشرة. عايزة أحب أشكر ضيفتي على الهوى، بجد أنا استخدمت الوصفة اللي قالتها الحلقة اللي فاتت وفرقت معايا كتير جدا. عايزة أقول اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت فاتوا كتير، تابعونا النهاردة وهنقول لكم أحلى الوصفات. الصراحة جات لنا أسئلة كتيرة جدا، وضيفتي بحب أشكرها إن هي لبت رغبة المشاهدين ونورتني في الاستوديو رغم إن هي بتيجي مشوار طويل. نورتينا استاذة سامية. الله يخليك يا استاذة رانيا، تحت امرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمة. وحشتينا. وانتوا كمان والله حبيبتي. عايزة اقول لك ان جالنا كمية رسايل واستفسارات قلبت الدنيا الحلقة اللي فاتت. حبيبتي الحمد لله الحمد لله. تقريبا يعني ما شاء الله ستات مصر كلها بتهتم بالعناية بالبشرة. الحمد لله الحمد لله، وعشان مش مكلفة وكده وما بتكلفهمش حاجة فحلو جدا فعلا. يعني انا برضو جالي كمية اتصالات كتير جدا عشان حطيت رقم على التليفون. فعلا الحمد لله كانت حلقة الحمد لله مبهرة، وانا جربت الوصفة بنفسي وفرقت معايا كتير جدا. بجد؟ والله العظيم دي امانة وانا قلت هقول رأيي. الحمد لله هي فعلا حلوة جدا. جالنا اسئلة كتير جدا واستفسارات أيوة. كتيرة جدا. عايزين بقى نعرف منك استاذة سهام بتسأل عن المسام المفتوح وازاي تعالجها، وجالي سؤال تاني من الاستاذة ايمان عن نضارة البشرة. تمام، جاوبينا على دول ونقول الاسئلة اللي بقى. طب قولي كل الاسئله اللي عندك. كل الاسئله اذنك. ايوه اتفضلي. طيب استاذه سعاد سالت عن الخطوط حوالين الفم، خطوط التعبيريه. الخطوط التعبيريه تمام. وفي سؤال ازاي نقدر نكبر الخطوط، لان ما شاء الله بيقولوا ان بشرتك نضره وكده، ف الخدود عاجبه. الخدود اثارت الدنيا بصراحه. السؤال ده برضو سال كتير على التليفون. طيب انا ممكن اجاوب على الاسئله دي كلها. انت لسه في عندك اسئله؟ لا، في تاني كمان. استاذ احمد سال عن اثار حب الشباب. اثار حب الشباب تمام، لسه في اسئله. في سؤال تاني بقى بيتكلم عن البشره الدهنيه وازاي تقدر تحافظ عليها. تمام. وفي سؤال تاني، حد عمل الوصفه وطلع حبوب، ده من زيت اللوز ولا من لا إيه؟ لا، هو اصلا بشرته دهنيه، وهو اكيد اشتغل على بشرته من غير ما يكون منظفها كويس جدا. هو اهم حاجه، احنا انا قلت في الحلقه اللي فاتت لو حد كان متابع الحلقه، قلت اهم حاجه نشوف الوصفه وبعد كده ناخدها ونجري. لا، قلت اهم حاجه خطوات الوصفه نعملها. تمام. ازاي علشان توصلي النتيجه المضمونه اللي انت كنت فرحانه بيها وفعلا مغيره في وشك كتير جدا. انت ما شاء الله زي القمر، بس هي بسم الله ما شاء الله مصفيه بشرتك جدا، ودي اللي انا ماشيه عليها. ان اهم حاجه تمشي على الخطوات كويس جدا جدا. عملت الخطوه قدامكم وطبقتها. لا، هم ممكن يكونوا خدوا الوصفه وما نضفوش البشره كويس، ما ظبطهاش كويس، فبتطلع حبوب. اهم حاجه تكون البشره نظيفه جدا جدا. انا قلت المره اللي فاتت، قلت لدرجه اللي احنا نغسل البشره كويس بالغسول بتاعنا، وبعدين اديت مثلا لما جبت المناديل وقلت كمان نمسح البشره، او لو ما فيش عندنا ده هنجيب قطنايه ونجيب ميه ورد وهنطبقها على البشره بتاعتنا بحيث تكون صافيه تماما. بعد كده نطبق الوصفه بتاعتنا، هتديكي نتيجه فعلا هايله. تمام. بالنسبه للاسئله دكتوره اللي حضرتك سالتنا عليها دلوقتي، كلها ان شاء الله باذن الله، وهضيف عليها يعني من الشعر ابيات. الابيات اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله باذن الله هنقفل المسام معايا وصفه هتبقى رهيبه جدا جدا، وهتبقى مفاجاه. وتقريبا الوصفه دي مش هتكلفهم 2 جنيه، حاجه من عند العطار ببلاش كده، وهعمل من الوصفه ديت يعني حاجات رهيبه.
حاجه جميله جدا. ان شاء الله باذن الله همشي معاكم خطوه خطوه وبالتفصيل، وجايبه كل الادوات وكل الحاجات معايا. هنعمل وصفه كريم الكولاجين. كريم الكولاجين ده عشان يجيبه من الصيدليه او يجيبه من مكان موثوق فيه، يعني بدفع فيه مئات الفلوس. فاحنا عشان بقى احنا بندور على حاجه كده بسيطه واسعارها حلوه جدا، وتبقى عاملاها في البيت ومش مكلفاها اي حاجه. تمام. وبنفس الوقت انا بعلمهم يعني بجد، بديهم كل خبره السنين. كل الخبره السنين معاك. واستاذه سامية عايزه اسالك سؤال. اتفضلي حبيبتي. هي لو في مسام، في ناس بتبقى المسام عندها ضيقه او مقفوله، تقدر تفتحها؟ لا، هو طب بتفتحها بالبخار. بنفتح المسام بالبخار عشان نطلع كل الرواسب اللي في البشره. تمام. وبعد كده ننضفها. بس الاهم من فتحها قفلها. ازاي نقفل المسام؟ ما احنا دخلنا في موضوع تاني. نقفل المسام بميه ورد. هنحط ميه الورد في مكعبات اللي هي بتاعه التلج بتاعتنا، ونحطها في الفريزر. وبعد ما ننضف البشره بتاعتنا، هناخد مكعب التلج اللي هو بميه الورد ونمشيه على بشرتنا. او ابسط الاشياء خالص بحته التلجيه لو ما عندكش مكعب ميه ده الورد. ده قفل المسام. قفل المسام او بميه بارده جدا، ده قفل المسام مهم جدا جدا جدا. تمام. بالنسبه للموضوعين عشان ما نتوش من مع بعض، ان شاء الله باذن الله هعمل بالاضافه اللي حضرتك قلتيه. تمام. هنقفل المسام، هنجدد خلايا البشره، هنعالج البشره من الشيخوخه، يعني هنحارب الشيخوخه دي. يعني الواحد يفضل شباب كده على طول. هنوحد لون البشره، هنشد البشره، هنشد معانا التجاعيد اللي حوالين العين وحوالين الانف وحوالين الفم وفي الجبهه وبين الحواجب. كل ده هنعالج حب الشباب. هنخلي البشره ابيض واثار حب الشباب، وهنعالج حب الشباب. هنشيل البطع البنيه، هنشيل البطع السوداء. وبسم الله ما شاء الله، يعني احنا عدينا كده اكتر من 10 12 حاجه. كل ده بمكون واحد. المكون واحد بس. المكون اللي معانا عشان نبدا الخطوات بتاعتنا، لو القمر هتجيبه، ده اسمه اللبان المر. بيجي من عند العطار. اللبان المر او اسمه اللبان الذكر، يعني ناس بتعرفه بكده وناس بتعرفه بكده. بيسموه اللبان المر من شدة مرارته. وعلى فكرة عشان ناس كتير بتتخدع فيه او ما بتعرفوش كويس، لان هو يشبه السمغ العربي. اللبان المر ده يشبه السمغ. ممكن ترفعي ايدك شوية للكاميرا عشان المشاهدين يشوفوا. هو يشبه السمغ العربي، ويشبه كمان عندنا المستكة. المستكة اللي بنحطها في الطهي بتاعنا في اللحوم وفي الفراخ. اللبان الدكر والمستكة والسمغ العربي التلاتة يشبهوا بعض خالص في الحجم وفي الشكل وكله. بس احنا بنعرفهم ازاي؟ ابسط ما فيه، هتاخد واحدة كده وتدوقها. هتلاقيها شديدة المرارة. طبعا هو بسم الله ما شاء الله اللبان ده الاصلي بيجي من اليمن. حبيت ادوم بس فكرة عنه كده. بيجي من اليمن. الشجرة بتاعته في اليمن. الشجرة بتاعته بتعيش لغاية 600 سنة. 500 سنة و600 سنة. معلومة مفيدة. ما هو انا عاملة بحث عنه. عاملة بحث عنه. اللبان المر. بالظبط، عاملة بحث عنه واستخداماته. تمام. وكمان بيعيش 600 سنة، وعارفينه من 1500 سنة. بيستخدموه من 1500 سنة. استخداماته عديدة وحلوة جدا جدا جدا. بنستخدمه بقى في ايه؟ في التجميل، في مستحضرات التجميل. بنستخدمه في التجميل وبنستخدمه في الصحة. وعلى السريع كده هقول، لو جبنا البني، لو واحد عنده شديد يعني حساسية شديدة جدا على الصدر، يعني مهما يروح لدكاترة. انا سمعت المعلومة دي. عنده حساسية شديدة على الصدر، هنجيب اللبان المر ده من عند العطار ب2 جنيه ولا حاجة. هناخده نطحنه في المطحنة بتاعة الخلاط. تمام. وهنضيف عليه نص كوباية حبة البركة، وهنضيف عليه نص كوباية جنزبيل مطحون، وهناخد يعني نص كوباية. احنا عايزين بقى السادة المشاهدين ورقة وقلم، ورقة وقلم ونكتب، لأن بجد الوصفة رهيبة. دي هنقولها على السريع، يعني هو ده مش موضوع حلقتنا، بس أنا حبيت أقولها كده عشان معلومة إيه؟ مفيدة. نصيحة الناس اللي عندها زي ما بتعملي على اليوتيوب كده. اللبان ده هناخد منه نص كوباية مطحونة. تمام. نطحنها في الكبة. نص كوباية مطحونة. بتطحن في مطحنة الخلاط عادي جدا. وهناخد عليها نص كوباية حبة البركة ونص كوباية جنزبيل مطحون. تمام. ونضيفهم على كيلو عسل اللي هو العسل الأصلي. وهنقلبه. واللي عنده حساسيه على الصدر هياخد معلقه منه الصبح على غير ريق كل يوم ويدعي لي. دي وصفه. بدولك من غير حاجه. الوصفه الثانيه برضو بالنسبه للكحه، هناخد منه نغليه، واللي عنده كحه هياخد منه معلقه. بس الاطفال لا. لان بيسبب للاطفال ده من بعد 18 سنه، لان بيسبب للاطفال ممكن يسبب لهم تعب في الكبد او تعب في الكلى. يعني ممنوع للاطفال. ممنوع للاطفال، انما للكبار عادي جدا. ده بالنسبه للصحه. وكمان ممكن نستخدمه في ايه؟ في البخور. يعني وانت بتعملي بخور كده يوم الجمعه او حاجه، هنضيف منه على البخور. طيب في عندي حاجه ثانيه بقى. لو انت بقى نفسيتك تعبانه وعندك طاقه سلبيه كده ومزاجك مش مظبط، هتاخدي حبايه منه كل بس. ده يا جماعة
مع من فوائد اللبان المر بس. هناخد منه حبايه كده هنمضخها، هتشيل الطاقه السلبيه اللي عندك، هتخليك كده فريش ورايق. وحاجه تانية، لو واحد بيعاني من التهاب في اللثه او في رائحه الفم تعبانه او كده، هيمضغ منه، هيشيل كل ده. وهيدخل في وصفتنا النهارده ان شاء الله. هيدخل ده كله بعيد عن الوصفه بتاعتنا. أنا عارف. يلا هناخد بقى اللبان المر بتاعنا ده، والمفروض اللي احنا هنحطه في ميه اللي هو ده. طبعا انا جبت اللبان المر اللي هو شويه قد كده، حطيته يعني قولي معلقه كبيره او معلقتين. معلقه كبيره. معلقه كبيره لكل كوبايه ميه. تمام. وحطيته في ميه ورد، ديت ميه ورد. تمام. وشلت بدون اي اضافات، شلت معلقه من لبان المر حطيتها في ميه الورد. طيب. ونقعدها من بالليل 24 ساعه. استنونا بعد الفاصل ونكمل وصفتنا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وخبيره التجميل ساميه ساتوري اللي منورانا النهارده ومع اجمل الوصفه. ويلا نشوف الوصفه. كنا واقفين عند ان احنا ناخد اللبان المر وهنحطه في ميه ورد وهنبيته 24 ساعه. تمام. عشان تعرفي اللبان اصلي ولا مش اصلي، لان ممكن يجي مغشوش من عند العطار هيديك اللون ده، هيبقى عامل كده زي الحليب. يعني اللبان يتنقع في ميه ورد لمده 24 ساعه. بالنسبه لي انا بنقعه 24 ساعه في ميه ورد. طبعا فوائد ميه الورد رهيبه بالنسبه للبشره. وبعدين هرجه معايا جامد كده، هيعطيني اللبن كانه لبن بالظبط، كانه لبن. هاخده معايا كنكه فاضيه مفيش فيها اي حاجه، وهاخد اللبان المر بتاعي هنا. تمام. وهنزل بيه بسم الله الرحمن الرحيم في قلب الكنكه كده، عشان تعملي كريم الكولاجين اللي هو بقى الاصلي. كريم كولاجين. احنا كده بنعمل كريم الكولاجين. خلاص نزلت معايا اللبن فين؟ الميه بتاعت اللبن. ميه اللبن هنا في قلب الكنكه بتاعتي. وهجيب كده السبرتاه، طبعا انت تعمليه بالنسبه لك على البوتاجاز بس. أيوة، انا عشان الهوا بس. فانا بعمله، حبيت اعمله قدامكم. انا كان ممكن اوصف الوصفه وخلاص. ايوه. بس ايه، عشان يبقى فيه مصداقيه وتعرفوا اتعمل معايا ازاي. اخدت الميه بتاعته حطيتها هنا فين؟ كده. تمام. احنا عايزين بقى على الميه ما تعمل، احنا قبل الميه ما تعمل. انا هجهز معايا طبعا معلقه نشا. نشا احنا خدنا الميه حطيناها. تمام. واخد معلقه نشا، ده عشان هيبقى كوبايتين، فهاخد معلقتين نشا. كبار ولا صغيرين؟ لا، لكل كوبايه ميه معلقه نشا كبيره. طيب. تمام. دي عشان معلقه صغيره، يعني معلقتين مش صغيره، كوبايه ميه بالظبط. تمام. بالظبط. فانا هنزل كده خلاص، وهبدا اقلب على البارد. طبعا هي السبرتايه لسه ما لحقتش تسخن. فالمفروض انا بقلبه على البارد عشان ما يكلكعش معايا، بس انا حطيته على النار لان السبرتايه نارها ضعيفه. أيوه. فمش هيلحق يعمل معايا حاجه. كريم الكولاجين ده بيعالج كل اللي احنا قلنا عليه؟ كريم الكولاجين فيه كل اللي احنا قلناه. بيعالج المفتوحه، اثار حب الشباب، الخطوط التعبيريه. بالظبط. 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 ويوحد كمان لون البشره، وبيبيض البشره، وبيشيل الهالات السوداء، وبيشيل الخطوط التعبيريه اللي حوالين الفم والعين. طبعا احنا بنقول وصفات كتير جدا بتشيل الخطوط التعبيريه وكده، بس احنا في ملحوظه عايزه اقولها. يعني انت مثلا جربتي كريم الكولاجين حلو معاكي قوي، خليكي ماشي عليه 3 شهور ماشي او امشي عليه على طول. يعني المطلب يعني الواحد ايه، ما يجربش خلطات كمان كتير. كمان استاذه ساميه، كريم الكولاجين ده اصلا يعني برضه بيبقى غالي جدا، بيبقى غالي، فالناس ما تقدرش عليه. ده مش هيكلفك حاجه، احنا هنعمله دلوقتي قدامهم بالظبط كريم. فده كريم مش يعني مكلف خالص. انت بتجيبي شويه دولت من عند العطار، يعني معلقه كبيره ب 2 جنيه ب 5 جنيه ما يكملش 5 جنيه. لا، هو بيبقى اكتر من كده، يعني انت ممكن تجيبه ب 10 جنيه تعملي المنطقه كلها عندك. يعني بيعمل كميه كبيره. بيعمل كميه كبيره. فاحنا قلبنا دلوقتي النشا. تمام. السائل بقى بتاعه اللي هو اللبن. اللبن اللبان بنسميه كده لان هو بقى لون اللبن. بنسميه لبن اللبان. على اساس احنا حاطينه مع ميه ورد، فهو بقى عامل زي طب وده صلاحيته بقى قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور. في الثلاجه بتاعتك. طب حلو جدا. احنا ماشيين معاها الخطوات خطوه. خطوه هنعمله مع بعض. انا هسيبه بقى معايا كده لغايه ما يتقل معايا. خلاص احنا ما لناش عايزين ده، هنحتاجها في حاجه ثانيه دلوقتي.
بجد انت استاذه ساميه جميله جدا يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكي بجد والله، يعني مواصفات جميله لاول مره اسمع عنها، وسهله قوي وكمان دارسه يعني حاجه عامله فيه بحث، عامله فيه بحث، ما هي دي دراسه. طبعا حافظاه جدا، بحبه وبستعمله طول عمري، بعمله للناس كلها. ما شاء الله باين عليكي. طب وده اللي مكبر الخدود؟ لا الخدود، موضوع الخدود ده بنحافظ عليه، نقولها الحلقه الجايه ان شاء الله، يعني واعدين على الهواء تبقي معانا يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله انتظرونا يوم الاحد. استني ربنا يسهل ان شاء الله. على فكره جالي على موضوع الخدود ده ناس كتير جدا سالتني. ما شاء الله الخدود ده حلوه يعني جميله ما شاء الله، ناس كتير سالتني عليها. احنا طبعا بنقلب كده على البارد، احنا قلبناه الاول على البارد ونفضل مع بعض طبعا السبرتيه كده. تمام. بنفضل نقلب فيه على طول علشان ما يتكلكعش معايا. عايزاكي استاذه ساميه هنعيد للساده المشاهدين طريقه العمل. تمام. تاني يكون حد لسه فاتح. بالظبط بالظبط. بجيب اللبان اللي هو المر، انت تروح العطار، كل بلد بقى بتسميه على حسب. تمام. هو معروف اللبان المر او اللبان الدكر. تمام. هناخده ونحطه في كوبايه، معلقه كبيره لكل كوبايه ميه ورد. تمام. ونحطه مثلا في كوبايه او برطمان زي ده كده، ونسيبه 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه نلاقي لونه بقى لون الحليب، هناخده نحطه في حاجه ونحط ايه يعني، قبل ما نحطه على النار هنحط لكل كوبايه معلقه نشا كبيره، معلقه نشا، وهنقلب على البارد لغايه ما هيتقل معايا. احنا واقفين لغايه دلوقتي كده. تمام. لغايه ما يتقل معايا مستنيين بقى ان هو، وبعد ما يتقل معايا هنضيف عليه الحاجات بتاعتنا عشان نخليه، عشان نخليه كريم. هو على ما يتقل معايا انا هقول حاجه ثانيه مهمه جدا. تمام. اللي تمام. فضل معايا ده انا مش هرميه. تمام خلاص. احنا نعرف بقى ايه اللبان ده احنا هنستخدم بيه حاجه ثانيه عشان تعرف اللي هو الاصلي. انت طحناه؟ لا انا مش طحناه، زي ما هو كده، هو اهو زي ما هو كده. تمام. خلاص هنعمل ايه، هنضيف عليه معلقه نشا عشان يعني نستغل الوقت استخدام بتاعه. تاني ده الاستخدام تاني. خلاص احنا خدنا الحليب بتاعه خلاص معانا اهو، هو فعلا ابتدى يتقل بس من تحت عشان السبرتاه ضعيفه. احنا هناخد بقى اللي فضل معانا ده هننزله في البوله بتاعتنا دي. تمام تمام. يعني مش هنسيبه كده، هنستفيد بيه بحاجه ثانيه، هنستفيد بحاجه ثانيه. ده انت عاشقه للبان المر. لا هو فوائده عظيمه عظيمه جدا جدا، وحلو ومش مكلف. ما شاء الله عليه يعني. وهاخد معلقه نشا. تمام. وانزلها معلقه نشا كبيره، معلقه نشا كبيره وانزل بيها هنا كده عليه. تمام. وهاخد معلقه زبادي. تمام تمام. دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه عشان المشاهد ما يتوهش مننا. لا 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 دي وصفه ثانيه من بواقي اللبان، وصفه ثانيه من بواقي اللبان اللي هي المنقوع. تمام. بواقي اللبان المنقوع خلاص. وهنزل عليه بمعلقه زبادي ده. حلو. هنعمله بقى سكريب رهيب للبشره. تمام. انزل عليه بمعلقه الزبادي كده واعجنه كده مع بعض. عايزين حاجه برده يا استاذه ساميه للتقشير ان شاء الله البشره، ان شاء الله باذن الله في حلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله. وانزل عليه بمعلقه زبادي، وكمان معايا عسل ابيض، انزل عليه هنا معلقه اللي العسل الابيض اها. خلاص دي وصفه تانية خالص. تمام. سكريب للبشره على ما ايه، على ما استاذنك ناخد التليفون. استاذه فاطمه من دمياط. الو استاذه فاطمه، اتفضلي. أيوه. اتفضلي يا حبيبتي انت على الهوا. الو ايوه استاذه فاطمه سامعينك، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. ايه سؤالك؟ هو تقريبا في مشكله في الصوت. شكرا، حاولي تسمع علينا تاني. انا بستغل الوقت بس علشان وقت الحلقه بتاعتي. طبعا ما احنا عايزين وقت الحلقه نفيد المشاهد باكبر قدر. فبواقي اللبان انا مش هرميها. تمام. انا خدتها هعمل بها سكريب حلو جدا للبشره. تمام. حطيت بواقي اللبان اللي احنا خدناها هنا، وحطيت عليها معلقه نشا كبيره. تمام. وحطيت عليها معلقه زبادي كبيره، وحطيت عليها معلقه عسل كبيره. معلقه عسل، معلقه عسل كبيره. ده بقى هناخده نعمله ايه، نعمله سكريب للبشره. هتقدري تحطيه على ايديكي. تمام. وهتقدري تحطيه على بشرتك. ده فايدته ايه؟ ده فايدته نفس القصه بالظبط، نفس اللي ده بيعمله، بس ده برضو نتاجته فوريه، وهيشيل معاكي بقى الخلايا الميته والقشره الميته وكله. ما شاء الله. هتستغليه وهتعمليه يفضل على بشرتك تلت طب ساعه. طب طريقه استخدامه؟ ما انا لسه بقولها. بشره نظيفه جدا. هنجيب منديل مبلل. تمام. برضو نفس اللي احنا قلناه، نفس القصه. تغسلي وشك كويس وبعدين تنشفيه، وبعدين هنجيب برضو منديل مبلل وهنمسح البشره بتاعتنا كويس جدا، وهناخد من السكريب ده وهنوزع على البشره بتاعتنا. هيقعد على بشرتك قد ايه؟ نص ساعه.
خلاص، وبعد كده هتمسحيه تمام، وبعد كده تحطي ميه الورد. حلو جدا. خلاص يبقى ديت وصفه احنا كده خلصنا منها. اه تمام. تقدر تقول المكونات بتاعتها؟ عسل ابيض، عسل ابيض، بواقي اللبان، اه معلقه نشا، معلقه زبادي، ده سكريب اللبان. خلاص احنا لغايه دلوقتي كل ده على ما نجهز اللبان اللي هو الفوائد، نضاره البشره، توحيد اللون، بيشد البشره وبيبيضها وبيعالج الشيخوخه، وبعد كده بتمسح وبيعالج الشيخوخه وبيقفل المسام ويعالج الشباب حب الحبوب بتاعه الشباب وشد معايا البشره. كل ده على ما اعمل كريم الكولاجين بتاعي. خلاص هو بدا قرب يتقل معايا كريم الكولاجين. خلاص تمام، نسيبه شغال زي ما هو كده وهنعمل حاجه ثانيه خالص. يلا. وانا خدت ده سيرم الكولاجين. سيرم الكولاجين عملناه ازاي؟ اللبان اللي انا نقعته هنا تمام نفس القصه بالظبط، بجيب اللبان المر بتاعي وبنقعه برده في كوبايه ميه ورد. تمام. خلاص واسيبه 24 ساعه وبقى جاهز معايا. حلو قوي. كل يوم بالليل قبل ما تنامي ده كده عملتي سيرم بالظبط. بس ما شاء الله. بس سهل جدا. كل يوم بالليل قبل ما تنامي مجرد ان انت نقعتيه والميه بتاعته نقعه ميه ورد ميه ورد نقعه ميه ورد بس كل يوم بالليل قبل ما تنامي هتاخدي بخه كده على ايدك. ابهرتيني والله، ده طلع موضوع البشره ده. شفتي هتاخدي بس بخه كده على ايدك وهتسيبيها على بشرتك لمده قد ايه؟ لمده ساعه واحده. ساعه واحده، وبعد كده هتغسلي بشرتك وتنشفيها وتنامي زي الفل. ما شاء الله. مفيش اي حاجه. خلاص يبقى احنا كده في الوقت اللي احنا قعدناه ده عملنا سيرم الكولاجين وعملنا سكريب الكولاجين. خلاص ده حاجه من حاجه واحده. ده سيرم الكولاجين للبشره لان هيبقى فيه سيرم كولاجين. ابهرتيني بصراحه يا سميه. لان هيبقى فيه سيرم كولاجين للشعر دلوقتي برضو. خلاص هو بدا. خلاص اهو تقيله. تمام كده اقدر اطفي السبرتية بتاعتي. خلاص ما عدناش. شكرا منك، ما عدناش محتاجينها في حاجه. تعالي كده. خلاص بقى جاهز معايا. خلاص اهوت اقدر اعمل ايه بقى؟ اي نوع كريم عندك ممكن بس ترفعي الكنكه. ما انا هضيفكم انزله القوام. طيب هنزله قدام. هقدر اجيب اي كريم عندك، ما بلزمكيش بكريم معين. اي كريم انت بتستخدميه على بشرتك مرطب تمام اقدر اخد منه كده ايه معلقتين. تمام تمام. اه وانزلهم 20 معلقه بس صغيره. خلاص وابدا اقلبهم على هو كده الكريم الكولاجين بتاعي. تمام تمام. واقدر اخد كمان ايه كبسوله من الفيتامينات بتاعتنا اللي احنا ايه بنستخدمها. اخد كبسوله كده من الفيتامينات. تمام. طبعا عشان كميه كبيره فاقدر اخد ايه كبسولتين. على ما تفضي الكبسوله وناخد تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذة اسماء، اتفضلي. ممكن اكلم الاستاذة سامية لو سمحتي؟ معاكي يا حبيبتي اتفضلي. كفر الشيخ واهل كفر الشيخ. بصي انزل بقى بالكبسولة كده شايفة. سامعينك يا حبيبتي اتفضلي. الحمد لله. الحمد لله حبيبتي. لو سمحتي انا عاوزة اسأل حضرتك سؤالين. اتفضلي يا قلبي تحت امرك. انا عندي شفايفي غامقة. ايوه. وحوالين بقي برضه. طيب. الوصف. وعندي برضو كلف عشان انا كنت حامل ووالدة عندي برضو كلف في بشرتي. تمام. ورؤوس سودة واثار حب شباب. الوصفة دي هتمشي معاكي حلو جدا جدا جدا. طب وغمقان الشفايف؟ هقول لك انا بالنسبة لغمقان الشفايف هتجيبي من الصيدلية انبوبة كده تقريبا بخمسة جنيه او حاجة اللي هو المضاد الحيوي 5%. خلاص مضاد حيوي 5%. مضاد حيوي 5% هتحطي منها على شفايفك في اليوم مرتين. تمام. الصبح وبالليل ده هيفتح لك هيفتح لك لون شفايفك جدا. يمكن وتحطه حوالين الفم برضو. حوالين الفم ده بيبقى ضعف ضعف ضعف. تمام. هي تقريبا يعني بتقول لك ان هي لسه والده يعني اكيد برضو بيبقى ضعف وقله غذاء. فهي اهم حاجه ان هي تتغذى كويس جدا. تابعينا بقى يا اسماء ان شاء الله. اهم حاجه تتغذى جدا لان حوالين الشفايف بيبقى ضعف. انما لون الشفايف ده ممكن برضو من عامل وراثه ممكن من الضعف. فيتامين قصدي مضاد حيوي 5% من الصيدليه هيشيل لك كل الحاجات دي. خلاص تمام. هقدر اعمل ايه بقى؟ هنزل ده هنا كده. خلاص بقى كريم الكولاجين معايا جاهز اهو. بسم الله. شوف عملنا كمية قد ايه؟ اه ما شاء الله. حاجة بسيطة جدا يعني. شوف البرطمان قد ايه؟ ما كلفكيش أي حاجة. معانا تليفون أم ممدوح من سوهاج. ألو؟ أيوه. اتفضلي يا فندم. لا ممكن أكلم الدكتورة؟ معاكي حبيبتي يا خبير التجميل. أستاذة سامية معاكي اتفضلي. التجميل اتفضلي. معايا جوزي
لي يجي سنة أنا عندي السكر كمان عالي وعندي حبة التهابات في بقي من جوه. لا ده دي محتاجة دكتور. اه انت محتاجه دكتور. بس عسل اسود خدي عسل اسود للالتهابات بتاعه الفم. عسل اسود. عسل اسود لالتهابات الفم. عسل اسود. شكرا. هيشيل كل الالتهابات. انا بقول بصحح لها بس ان انا مش دكتوره. ايوه لازم. انا قلت لها ان هي خبيره تجميل. بصي بقى انا كده عملته. انا عايزاك بص الكاميرا تجيبه. ارفعي ارفعي ايديك لفوق. ما شاء الله. كريم كولاجين هيقعد معاكي 3 شهور تستخدميه وعايزاك تشمي كمان ريحته. 3 شهور. لا انا شمه. شوفي كمان البشره بتمتصه جدا 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 وبسهوله. شايفه؟ اسم الكبسولات في جالنا سؤال. فيتامين ه. فيتامين ه. شايفه؟ البشره امتصته جدا ريحته حلوه قوي. فيتامين ه. فيتامين ه بالنسبه للكبسولات. شوفي احط تاني في حته تانيه اهو. ما شاء الله في لمعه. لا هو لا هو البشره بتمتصه. لا مفيش لمعه ولا حاجه. البشره بتمتصه حلو جدا جدا. شايفه؟ عشان لسه حطاه. ما شاء الله. وكده عملنا كريم الكولاجين ما كلفناش اي حاجه وما خدش مننا اي وقت وما خدش مننا اي مجهود فعلا. وما كلفناش اي فلوس. طب رجع لنا اتصال اسماء. استاذه اسماء. لا دي اسماء من اسيوط غير دمياط. اتفضلي يا استاذه اسماء معانا على الهوا. معلش ممكن اكلم الدكتوره؟ معلش يا الاستاذه اللي معاكي. اتفضلي. اتفضلي. طب معلش يا استاذه. معلش هو انا فرحه عادي يعني 15 يوم فعايزه وصفه تفتيح البشره. انا بطريتي غامره شويه. هتعملي الوصفه اللي احنا قلناها ديت رهيبه رهيبه رهيبه. مبروك يا سمسمه. معلش انا الله يبارك فيكي حضرتك. معلش انا ما سمعتهاش. انا لسه فاتحه دلوقتي حالا. طب خلاص يا حبيبتي. هنعيدها تاني. قلنا هنجيب لبان الذكر او اللبان المر من عند العطار. هتجيبي ب2 جنيه. هتاخدي منه معلقه او معلقتين على حسب انت. يا ريت بقى اكتبي وراني اسماء. هتجيبي من عند العطار اللبان المر او لبان الذكر تمام. وهتنقعيه في كوبايه ميه. يعني كل كوبايه ميه هتحطي كوبايه ميه موارد هتحطيها وتحطي معاها معلقه كبيره من لبان الذكر وهتسيبيها 24 ساعه لغايه ما هديكي اللون اللي هو ده. نفس اللون ده اللي هو لون الحليب بالظبط. خلاص بعد كده هتحطيها هتجيبي معلقه نشا كبيره وتدوبيها فيها على البارد. وبعد كده تحطها على النار تقلبي فيها لغايه ما يديكي كده تقولي زي المهلبيه كده تمام. وبعد كده هنضيف عليها كبسوله من فيتامين هي وهنضيف عليها اي نوع كريم عندك. اي نوع كريم. معلقتين كبار كريم. خلاص وتقلبيهم على البارد هيديكي الكريم ده. هتقدري تستخدميه كل يوم بالليل على بشره نظيفه قبل ما تنامي وتغسليه في الصبح. احنا ما قلناش الحته احنا ما قلناش. لا هتستخدميه عشان لسه ما خلصناش. احنا هنقول استخداماته بقى. ما استخدامات تبقى بشره نظيفه جدا جدا. بشره مغسوله والبشره متنظفه زي ما قلنا بقطن او بمناديل مبلله. تمام تمام. وبعد كده هنجيب كريم الكولاجين هنوزعه على البشره من بالليل لغايه الصبح. من بالليل للصبح. بس من بالليل للصبح هتشوفي النتيجه بتاعته من اول استعمال. هيبدا يبان معاكي من اول استعمال. هتفضلي ماشيه عليه على طول براحتك. هتقدري تعمليه يفضل عندك 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور في التلاجة. هي مره واحده و3 شهور استخدام. بالظبط. بالنسبه للسيرم هيقعد معاك 10 ايام من 10 ل 15 يوم. من 10 ل 15 يوم. بتاع الكولاجين. بالنسبه للسكريب اللي احنا معانا. طيب اتصال. اتفضلي يا حبيبتي. الو. السلام عليكم. سارة اتفضلي. بقولك هو انا بنتي عندها سنة ونص وشعرها خفيف اديها ايه شعرها عشان ولا شوية؟ سنة ونص وشعرها خفيف. سنة ونص خفيف. مش عايزين نلعب في شعرها دلوقتي علشان لسه الفروة بتاعتها يعني. شكرا يا سارة. ضعيفة جدا فاحنا ما نقدرش نحط عليها اي زيوت ونقدر نحط عليها اي حاجة لان هي لسه بتتكون يعني. فروة راسها ممكن تتقل الشعر طبعا هيتقل. فروة راسها لسه بتتكون. احنا نقدر نقول على وصفات للشعر بس للكبار ان شاء الله باذن الله. في حلقات جايه هنقول وصفات الشعر. وهي نصيحه مني ليها وانا على الهوا دلوقتي ما تحطش اي حاجه على شعر بنتها عشان ما تقفلش المسام طبعا. وتدي نتيجه عكسيه. يعني جدا نتيجه عكسيه وقع شعرها ويبهدلها فعلا. لان لسه صغيره لسه. احنا بتكون. ان شاء الله بمناسبه اسماء العروسه هيبقى في حلقه قلنا للعرايس بس. تحت امرك. تحت امرك. النضاره. نكمل استخدامات الكريم الكولاجين لان وقتنا خلص بسرعه معاكي. بجد خلص والله. احنا لسه ما لحقناش نقول حاجه. شفتي؟ يلا. طيب كريم الكولاجين زي ما احنا قلنا هتقدر تستخدمه على بشره نظيفه جدا. هتستخدمه كل يوم بالليل تسيبه لغايه الصبح
الاستعمال بتاعه هيبان من اول مره، وتقدر تمشي عليه 3 شهور وتقدر تجدده تاني زي ما هي. زي ما هي وقت ما هيخلص هيتجدد. ريحته حلوه جدا ومش مكلف خالص، ما كلفهاش يمكن 2 جنيه، ومش هتقدر شوف الكميه قد ايه، بسم الله ما شاء الله، مش هتقدر تشتري الكميه ديت من بره. عملنا كمان زي ما قلنا سكريب كولاجين، وطبعا اللي ما تابعش الحلقه بقى يتفرج عليها في الاعاده. وفي تليفون استاذه ساميه على الشاشه، اي حد عايز استفسار، لان جات مكالمات كثيره جدا، احنا طبعا ما قدرناش نرد على كل المكالمات طبعا اسفين، او تابعونا على اليوتيوب بتاع استاذه ساميه سر الجمال، سر الجمال مع ساميه سطور. مع ساميه سطور. وعملنا كمان سيرم الكولاجين بتاع البشره، هنعمل كمان سيرم الكولاجين بتاع الشعر بنفس الطريقه اللي عملنا بيها سيرم الكولاجين بتاع البشره، حلو جدا جدا للشعر وفوائده حلوه جدا. هنعمل ايه؟ نفس القصه، هناخد معلقه كبيره من لبان الذكر نحطها في ميه، بس ميه بقى عاديه مش ميه ورد، تمام، في ميه عاديه، ونضيف عليها فيتامين ايه، ونضيف عليها معلقه زيت خفيفه، اي زيت خفيف، زيت بقى زيت سمسم، اي زيت، زيت بتاع الاطفال، وهنرجها جامد كده، وهنرشها على اطراف الشعر وفروه الراس، واحنا بنرشها هنعمل مساج لفروه الراس، تمام. ده هيبقى كمان معانا ايه؟ للشعر، سيرم اللي هو الشعر. كمان معانا هنعمل زيت الكولاجين، زيت الكولاجين برضو هنجيب معلقه كبيره من اللبان الذكر ونحطها في زيت، تمام، في كوبايه زيت زيتون، ونحط معاها معلقه نعناع اخضر، ونسيبها على النار لغايه ما تغلي، هننقعها الاول 24 ساعه، وبعد كده هنسيبها على النار لغايه نسخنها، وبعد كده نعبيها في ازازه، وده هنستخدمه برضو للبشره. تقدر تستخدميه على فوق وعلى الرجلين وعلى الرقبه. عايزين حلقات وحلقات بسرعه قوي. اسعدتينا وبجد استفدنا منك كتير حبيبتي، وما شاء الله عليكي مبهجه، وطلعت لنا معلومات. يعني بصي عايزه اقول لك ان الكنترول بيقول لي معلومات كتيره جدا، ما شاء الله عليكي حبيبتي. نورتيني واسعدتيني. تسلميلي يا عمري بجد، انت حاجه جميله جدا يا حبيبتي، واستفدنا منك كتير قوي. ان شاء الله تنورينا في حلقات وحلقات تانية كتير، احنا مش بنشبعش منك وما بنشبعش منك. ان شاء الله كل استفاد اكيد، معلومات وافيه وبجد يعني معلومات باتقان وبدراسه، وده اللي بيميزك يا استاذه ساميه، نورتيني. وان شاء الله منتظرينك يوم الاحد في فقره صغنونه كده وهتنورينا حبيبتي. حبيبتي انتظرونا، وفي فقره تانية جايه مهمه جدا.